90% من لاعبين كود موبايل ما بيعرفوا هاي الخدعة، ولو سألتني من وجبة هاي الإحصائية فمن كيسي، بس تأكد إنه في عدد جدا كبير ما بيعرف هاي الإضافة. شوت جناري في كود موبايل، نعم هذا الشيء موجود. تخيلوا في كود موبايل في سلاح صار له أكثر من سنتين، الجاك 12، تمام؟ جاك 12 موجود في اللعبة أكثر من سنتين. هسا دورت على يوتيوب لقيت أول مقاطع نازلة بداية 2022. حلو حلو، تخيلوا انه في له مخزن ناري مش جديد، قديم من يوم ما نزل السلاح. فعليا بالصدفه بقلب على يوتيوب لقيت سينكم نزل فيديو عنه، تعالوا اوريكم. جاك 12، ادخل على صناعه الاسلحه. هذا المخزن مش ناري بس هو متفجر، يعني شايفين الفيديو قدامكم. هو طريقه عمله كالتالي، طبعا في ميزه جدا رهيبه الا وهي انه السلاح طلقه واحده بفجر سياره، اي سياره تقريبا من اي مسافه، تقريبا بديش ازود بس تقريبا بفجر من اي مسافه. طب اليوم هاي التركيبات انا مجهزها، اظن انها راح تكون هاي التركيبات منيحه. اليوم مش راح ندخل دومينيشن، اليوم داخلين سيرش على طول، يعني مش بدي احكي لك، اعمل لايك بس، اعمل لايك واستمتع. اليوم بدي احاول اسيطر على اعصابي، تمام؟ حط سيرش وندخل بتانق وتالق وتملق، لا هاي مش تالق، المهم بدنا ندخل نحاول نجيب كلات عاليه في سيرش و خلينا نبدا. لا 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 لا، اعطاني اسوء ما بين ممكن نلعب فيهم بعض السلاح. بدنا نحاول نتقرب من اللاعبين بشكل يعني مبالغ فيه، يعني نحضرهم نفجرهم. انه كل رصاصه في هذا المخزن بتنفجر لحالها، انه فاهمين كيف؟ طيب انا يبدو اني راح اضل لحالي. لا طيب سيء، يلا حصلناك. لسه بنسخن يا جماعه، معلش معلش، يعني ما الحق على تيمي برضه، يعني تيمي اختفى تبخر. طيب محاوله اخرى ننطلق. شوف يا عمي ابعد عني ابعد عني. اوف حاطط هذا اللي بيرك فلاك جاك، بس شو اسمه؟ بس بس يا عمي مالنا مالنا، السحب بطل يطلق يا جماعه، هو بطلق بس ما بيجيش، يعني كل رصاص بضيع. طيب خسرنا اول فاصل، اقسم بالله العظيم انه هيك مخي فصل للحظه، حرفيا فصل خلاص انتهيت انا، والله العظيم سيء يا جماعة. مين خربان خربان طوز. حلو اوه حلو حلو. لا فوق ما انا خسران زودنا 9 نقاط عن جد، ميرسي يعني. اكيد مش راح ينحسب هذا الجيم، طبعا مش راح ينحسب جيم جايب فيه 4 كلات، يعني عيب عيب يا اخوان عيب، ما بصير. لا تحكي معي في هيك مواضيع لو سمحت، والله توقعت اداء احسن من هيك السلاح يعني في المسافات البعيدة. اوه دخلنا معهم كمان مرة. وان الوضع محتاج مش تركيز، اللي بعده اللي بعد التركيز، محتاج الغريزة القصوى. بشيلهم من هون سريع سريع سريع، ولا شو رايكم نطلع هون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ ايش ضربي فيه؟ الله يقطع ابليسك، الله يقطع ابليسك، يعمل لك مت ويا ولا طلقة ضيع ولا طلقة، وانا اللي شفته قدامي قلت خلاص مات. اي بلع بلع بلعه رسميا نظميا. ليش ما دخلت دومينيشن انا؟ يعني ريحت حالي من العناء هذا، مو فاهم. طب انا قتلتك بسرعة يعني المفروض. اولو شوف الله عملها وجاب كل. يلا يلا تفوق علي، تفوق على النوب اللي زيك. يلا اذا بتجيب الراوند لكم مثل باس، يلا وعد جيب الراوند لك مثل باس، جيب الراوند لك مثل باس. يلا محترف، هي فوقك شمال، ما شاف شفاف شفاف يا اخوي مالنا. اوه يا اخوان بالله عليكم، بتشوفوني بنزل فيديو بكون فيه محترف، صلوا على النبي ما بضرك اشي، ليه تحسدني؟ طب هسه انا من وين اروح؟ مش فاهم والله العظيم، يعني هسه انا احترت فيكم جد. وين بتدور يا روح روح يا اخوي؟ خلاص موت
سلاح زباله زباله سلاح. يلا يلا اخر راوند اخر راوند، معقول خلص اربع كلات زي الراوند الماضي؟ يعني ايش كثير بيخزي صراحه. والله مستواي بالحضيض، تعرف الحضيض غاد. مو المشكله سلاحي تعبان. طيب كويس كويس ممتاز ممتاز. حلو. اوه يعني بعد زباله بعد زباله، خلينا نكون صريحين، بعد المستحيل بعفه. لا تحكي لي، لا سيبك سيبك من الحكي. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ولا نيوك تاون، يعني لعل وعسى نعوض شوي عن المعاناه اللي صارت فينا هسه. نيوك تاون هيك جيم خفيف دبنيش تي دي ام، هذا 50 كل هيك على السريع. 40 ولا 50؟ 50 كل. مش منطقي اصور لكم جيمين سيرش في يوم مش 10 كلها طبعا. ما شاء الله 100 رصاصه، يعني ايش في؟ انمي ان سايت. كم كل انا جايب؟ صفر. اوه دليشس. لا فكرت راح يطلع من فكرت راح يطلع من عند السيارة، كنت افجر وارتاح منه وخلص. هاي لا لا لا. والله العظيم نسيت انه ما بكتب بطلقة. طلقتين طلقتين ذاكر تذكرتك ما نسيتك. لا انبطحت على الارض حرام. طب يعني اخ ليش ليش شو الفايده؟ نفسي اعرف شو الفايده، نفسي اعرف شو الفايده من مخزن متفجر بطلقه واحده ما بقتل بنطلقه يعني. ليه؟ اوتش. يفترض هذه مو ما في اوكي يعني بلا فايده. يا عم بس بس افا انمي كونتاكت انمي. لا كلبين لقد حاولنا ولكن لم نستطع. فز اوكي فزنا الحمد لله. يلا كانت تجربة متواضعة جدا للشوت جن الناري اللي مو ناري. هي بالاساس الذخيرة متفجرة، فأنا كيف كنت مستني يعني ذخيرة نارية ما بعرف صراحة. بس جبت 13 كيل في الجيم، يعني على زبالة.